عبيد بن سالمين المنصوري. هنيئا لك يا مضمر شقة، هنيئا لك يا مالك شقة. شقة مشاهدينا الأعزاء ما شقت مالكها وما شقت مضمرها، انطلقت بأريحية تامة وانفردت بهذا الشوط القمة، هذا الشوط الأول الرئيسي. يا سلام يا سلام، سلامي على شقة وسلامي على سعيد بن عبيد بن سالمين المنصوري. يا سلام الله، وشديدة واصلة في ثاني المراكز لصالح بن مقارح، ولكن خلاص ولكن خلاص حسم الموقف مع شقة ومع مالك شقة. تهانينا والناموس، تهانينا والناموس لمالك شقة سعيد بن عبيد بن سالمين المنصوري. المركز الثاني شديدة لصالح بن بن هاملة. رصيد الإنجازات، رصيد الأشواط الرئيسية، رصيد الرموز ما أتى من فراق. سلامي على الباز وعلى سلالة الباز وعلى من ضمر الباز. يا سلام يا سلام، هذا هو الباز مشاهدينا الأعزاء باسمه القوي باسمه المعروف على أرضيات الميادين، يعود ليثبت لجماهيره ولمحبينه بأنه الأقوى وبأنه مستعد في هذا الموسم. تهانينا لمالك الباز، تهانينا لمالك الباز صالح بن حمد بن هاملة على هذا الفوز المستحق. هذا هو الباز، ما خيب توقعاتك يا بن هاملة. تهانينا والناموس. المركز الثاني مهاجر اللي حقيقة ما قصر. الكدرية ما طاعت تتسلم، الكدرية مشاهدينا الكرام هي صاحبة الموقف، قالية تتسلل من الجانب الأيمن، تتسلل مشاهدينا الكرام. الله يا عتيق، الله يا عتيق، الشهواني قادم بقوة، الشهواني مشاهدينا الكرام، الشهواني على مستوى المركز الثاني، ولكن الله قالية 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 قالية، ولكن وصلت وصلت. التماس التماس من الجانب الأيمن، التماس وقالية قالية والتماس، التماس وقالية لمن الناموس. يا سلام، المية متر الأخيرة، المية متر الأخيرة، سيطر المزعج، سيطر المزعج مشاهدينا الكرام. الله، هذه قالية مشاهدينا الأفاضل تنتزع الناموس. نهني السيد مبارك بن محمد بن زايد الخيرين، كما نهني مضمرها عتيق بن حمد بن قرعة. لفان لفان لفان، هذا الاسم الكبير، هذا الاسم الكبير. أبناء المملكة قادمين مع شاهين بشعار سعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جبرين اللي يقوده سالم بن شحفول اللي غير في هذه اللحظة وانتقل إلى مقدمة الشوط ليعلن تواجد المحافظ، ليعلن تواجد شاهين. شاهين، تواجد شاهين بسجلات الحافلة بالسيارات. الله، إذا سعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جبرين مع شاهين يعلن حضوره ويعلن حضور شاهين ليضيف الإنجاز بعد الإنجاز بعد الإنجاز، ويهدي السلام لمحافظة بقيق وإلى سعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جبرين. أهني على هذا الفوز، أهني سالم بن شحفول المري اللي شهد. وهنا سعيد بن محمد بو إبراهيم، بو إبراهيم، يا سلام يا سلام يا سلام. في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء الشاهنية وشهد وعجيبة، شهد في مقدمة الشوط، شهد انطلقت مع المركز الأول، شهد في هذه اللحظات الفريج بن راشد العمراني. سلامي لعجيبة، عجيبة 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 عجيبة. يا للعجب يا بشريم، يا للعجب يا بشريم، يا للعجب يا بشريم، ماذا فعلت في اللحظات الأخيرة؟ فيصل بطالب بشريم البلد. سلامي للريان وسلامي لأبو طالب بهذا الناموس الصباحي. تهانينا لك. إلى هذه اللحظات الناموس يحتار، الكل يحتار، الكل يحتار، الكل محتارون مع متوكل ومع شاهين. سعيد بن محمد بن إبراهيم أم البرنز، أم البرنز جار الله بن عقيل المري في هذه اللحظات. الله 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 الله، يتقدم متوكل، يتوكل متوكل، ذهب متوكل بالذهب بالناموس، وبقى السلام، وبقى السلام والتحية والاحترام مع البرنز راعي أشواط
أشواط رئيسية، راعي أشواط رئيسية، هذا متوكل هو راعي أشواط رئيسية. مشاهدينا الأعزاء، تهانينا للبرنس، تهانينا للبرنس جار الله بن عقيل المري، تهانينا والناموس. المركز الثاني هنا شاهين لسعيد. الصدارة تنتزع المقدمة، والمركز الأول في هذا الانطلاق الجميل والتحدي. المركز الثاني حفلة لصالح بن حمد بن قمرة، ومن الجانب الآخر، من الجانب الآخر يا سلام، هناك مخايل مخايل مخايل، الفيصل بن طالب بن شريم المري، ومخايلها جميلة، مخايلها على المركز الأول، مخايلها على الشوط، مخايلها على السلام لأهالي الريان. هنا ما شاء الله، ها هي تشاهدونا على الصدارة على المقدمة، تهانينا الفيصل بن طالب بن شريم المري. المركز الثاني الشايب ناصر بن نهار النعيم. المركز الثالث حفلة صالح بن حمد بن قمرة. المركز الرابع هنا الشاهينية المبارك محمد بن زايد. بن حسن بن مبارك الضابط الدوسري من يأتينا على المركز إذن الثالث، وينتزع المركز الثاني. ولكن سلام الريان، سلام سلام للريان، سلام على هذا الأداء الجميل. تهانينا تهانينا أيضا للسيد فيصل بن طالب بن شريم المري على فوز الفارس بالمركز الأول بدون أي أوامر، بدون أي أوامر تذكر العصا قوس حتى هذه اللحظات. ما شاء الله على هذا الأداء الجميل، وها هو يقترب من الفوز، يقترب من الناموس، يقترب من خط النهاية بهذا الأداء المميز. تهانينا المركز الثاني، يأتينا الفائز سعادة الدكتور سلطان بن حسن مبارك الزهرة الصدارة. من غيرت أو هنالك القويعية من غيرت إلى أول المراكز، انطلقت برفقة المحافظ، المحافظ المحافظ ينطلق برفقة القويعية. حافظ على هذا المركز المحافظ، حافظ على هذا المركز يا بن شعفول مع انطلاقة القويعية على أول المراكز وعلى مقدمة هذا الشوط. خيرة على المركز الثاني مبارك بن محمد بن زايد الخيرين يرافق خيرة بالملكية، عتيق بن قرع بعملية التضمير. ولكن يبدو لنا، يبدو لنا بهذه الفترة بأنها صاحبة المركز الأول هي القويعية، صاحبة الناموس القويعية. من سوف تذهب بالسلامات إلى أهل بقيق، إلى أهل بقيق بالنقطة الثانية، نقطة الثانية في هذه الفترة الصباحية كما سجل شاهين في الشوط الرابع. سالم بن شعفول المري، ولكن أعود، أعود مع المقدمة، أعود مع الصراع، أعود مع القوة، أعود مع الإبداع، أعود مع التعليق، مع الرقص الشحاني ما بين ما بين الشرس وما بين الطائر، الطائر والشرس، الشرس والطائر. اللحظات الأخيرة بن منخس وأيضا غانم بن منصور سيف الخيرين، يا سلام الناموس، الناموس الناموس يحالف الشرس بهذه الانطلاقة، بهذه الاندفاع. هنيئا للمنخز، هنيئا للشرس، مالك الشرس الذي انتزع هذا الشوط، انتزع هذا الشوط وبجدارة وباستحقاق التهاني. تبركات لحمد بن متعب المنخز المري على حصول الشرس على المركز الأول والثاني، مركز طاهر غانم منصور سيف خيرين المركز الثالث الفائز. المركز الثالث ولكن ضبية 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 مشاهدين الأفاضل، مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني، وهناك من الجانب الأيمن تصل هنا براهين، براهين براهين مع علي براشد بن جهيم المري. ضبية في المقدمة بدون أي ضغوطات مشاهدين الكرام، هي من تحتل المركز الأول. ضبية ضبية مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني، يا سلام الله الله يا ضبية ضبية مشاهدين الكرام، هي صاحبة الكلمة. براهين من الجانب الأيمن، براهين لبن جهيم، ولكن ضبية مشاهدين الكرام، سلام 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 لمنطقة بني هاجر. الله ووين ما يسكن مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني على فوز ضبية وتحقيقها بهذا الناموس. المركز الثاني وصلت براهين علي بن راشد بن جهيم المري. المركز الثالث وصلت أماني لحسن بن فلاح. ولكن ولكن اللعوب 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 اللعوب، الشايبة قادمة، الشايبة قادمة، الشايبة قادمة. أعلن فيصل بن طالب بن شريم، أعلن 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 وجوده في هذا الشوط، أعلن إلا أن يصر، وأصر أن يضيف النقطة الرابعة. يا سلام اللعوب اللعوب.
اللعوب اللعوب على مقدمة الشوط، اللعوب اللعوب على المقدمة، سعيد بن محمد بن زايد الخيرين والشايبة واصلة، الشايبة النقطة الرابعة لبن شريم، النقطة الرابعة لبن شريم، بن شريم على المقدمة مع الشايبة مع الشايبة، الشايبة فيصل فيصل بن طالب بن شريم يحقق النقطة الرابعة في هذا الصباح. أهني أهني فيصل بن طالب بن شريم، أهني لهم اللي يتابع هذه الانطلاقات مع هذا الشعار الكبير. والتتويج مشاهدين الأعزاء لحسن بن راشد بن حمد النعيمي، مشاهدين الأعزاء تقترب جميلة 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 جميلة، مشاهدين الأعزاء السلام وين يا بن بريك، مشاهدين الأعزاء في هذه اللحظات سلام 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 عليكم يا محبين هذا الشعار حسن بن حمد بن راشد النعيمي. مشاهدين الأعزاء الله 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 الله، وصلت جميلة جميلة خطيرة جميلة الممتازة، ولكن سلامي وتحياتي للنعيمي للنعيمي. مشاهدين الأعزاء ها هي لحظة الوصول، المركز الثاني جميلة لغالب المنصور الخيالي. ادفع من الزاعة إلى الصدارة إلى المقدمة إلى الانطلاق إلى العرض الجميل، قدم لنا عروضها، قدم لنا آداتها التي كنا نعرفها جيدا نعرفها جيدا. إذا أول المراكز وثاني المراكز نزاعة والعنود، العنود ونزاعة، حوار حوار ما بين الثنتين ما بين الثنتين، المملوك لسعيد محمد بن زايد الخيرين، المضمر ناصر بن سالم المكسور، من يقدم العنود من يقدم نزاعة، المنتزعة لهذا الشوط المنتصرة لهذا الشوط، المبدعة بانطلاقتها المبدعة باندفاعاتها، وها هي لحظة وصول النزاعة إلى خط النهاية معلة الفوز والناموس. التام تبكار لسعيد بن محمد بن زايد الخيرين على حصول النزاعة على المركز الأول وعلى حصول العنود على المركز الثاني ثالث المراكز حضور